أهلا وسهلا بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور. إذا في إطار الاستعداد لفروض المرحلة الرابعة أو الفرد الثاني للدورة الثانية للمستوى الرابع ابتدائي، أشوف نموذج للفرد الثاني الدورة الثانية للمستوى الرابع ابتدائي مادة الفرنسية. إذا النموذج على شكل PDF غتلقاوه في الوصف. إذا نخدمو في النموذج غرامير اي كونجوغيزون، ونبداو بغرامير. Souligne le complément objet indirect et entoure le complément objet direct dans les phrases. إذا شحال من تلامد وكيوصلني أنهم عندهم مشكل في complément objet direct و complément objet indirect، أعطيكم طريقة سهلة كيفاش تفرقوا بيناتهم سيرتو في هذا المستوى. إذا بالنسبة الكومبليمون اوبجي ديريكت هو ما كنطرح السؤال كوا وكي، ماذا او من. اذا وبالنسبه للكومبليمون اوبجي ديريكت واحد الاسم ما كيكون قبل منه والو، تا بريبوزيسيون، يعني كيكون عندك لارتيكل عادي كيكون قبل منه لو ولا لا ولا لي. اما كومبليمون اوبجي انديريكت هو كنطرح السؤال دو كوا دو كي اكي اكوا، ولكن شنو كيكون قبل منه بالنسبه للكومبليمون اوبجي انديريكت يكون يعني كيكون قبل منه واحد البريبوزيسيون. شنو هو البريبوزيسيون؟ إما أ ولا د، غير باش تفرقوا. أوكي، يعني كومبليمون أوبجي أندياكس كيكون ضروري قبل منه واحد البريبوزيسيون اللي هو أ ولا د. بالنسبة الكومبليمون أوبجي ديريكت ما كيكون قبل منه والو، يعني كنعمل لارتيكل مباشرة، كيكون لو لا لي عادي. إذا غنبداو الأسئلة ونحاولوا نفهموا انطلاقا من هاد الجمل. إذا قلنا سولين سطر يعني على كومبليمون أوبجي أندياكس، ودور على كومبليمون أوبجي ديريكت. إذا الجملة الأولى il répond à son professeur، غادي باينة كاينة قبل أ، إذا هو complément objet indirect، إذا أنا نسطر عليه. تخي بيان، غنمشي الجملة الثانية فاطمة parle à ses amis، ses amis قبل منها أ، parle à qui مع من كتهضر à ses amis، إذا هذا يعني قبل منه أ يعني complément objet indirect، إذا نسطر عليه. إذا ننتقل الجملة المهم la phrase suivante le garde explique les dangers. إذا هنا نمشي لو غارد لو غيد على ما أظن. إذا هنا لو غيد إذا يشرح الأخطار. إذا هنايا بالنسبة لو غارد إكسبليك لي دونجي، كيما كتشوفو لي دونجي يعني كاين لو لي مكاينش قبل منها شي بروبوزيسيون، هادي كومبليمون أوبجي ديريكت، إذا غندور عليها أونتور. غنمشي الجملة الموالية لو سوار، بالنسبة لو سوار كوا لو سوار فاطمة اي سي كوبين سورت على فيل، إذا فاطمة اي سا كوبين سورت، إذا فيل قبل منها أ، إذا هادي كومبليمون أوبجي انديريكت، إذا غنسطر على أ لا فيل. إذا غنمشيو دابا الجملة الموالية اي سو سوفيان دي فاكونس، اي سو سوفيان دو كوا، أشنو كيتفكر؟ إذا عندنا واحد دو، إذا مادام عندنا دو يعني كومبليمون أوبجي انديريكت يعني دي فاكونس. غنمشيو إل فا أون فاكونس، إذا أون جويي، إذا إل فا أون فاكونس أون جويي، إذا إل فا أون، إذا عقلوا على بالنسبة للفيرب ألي راه كيكون معاه كومبليمون أوبجي انديريكت، عندنا هنايا أون كذلك بريبوزيسيون، إذا غنعملو أون فاكونس كومبليمون أوبجي انديريكت. إذا هنايا لا بليبار عاطين كومبليمون أوبجي انديريكت، هي جات هيداك الجملة، إذا عندنا وحدة كومبليمون أوبجي ديريكت. إذا هنايا هنايا على فيل كذلك قبل منها ا كومبليمون اوبجي انديريكت، دي فاكونس قبل منها دو كومبليمون اوبجي انديريكت، اون فاكونس قبل منها كذلك بريبوزيسيون اللي هو او، يعني سا فيدير كومبليمون اوبجي انديريكت. ننتقلوا كيسيون 2. عندنا كيسيون 2 قال لك ريكري سي فراز على فورم نيجاتيف، نيجاتيف يعني نفي، كتكون جملة عادية كنعملو لها النفي خاصنا نزيدو ليها نو با، إذا هاد نو با نو كتكون قبل الفعل و با كتكون مورا الفعل. إذا هنا عطينا المثال سيت أربغ إي بيان بروتيجي، سيت أربغ ني با بيان بروتيجي، إذا دخلنا نو قبل الفعل و با مورا الفعل، إذا هادي كتسمى إين فراز نيجاتيف. إذا غنتاخلو الجملة الثانية فاطمة باغل أ سيزامي، إذا غنعملو نو و با مورا الفعل و رجعوها فراز نيجاتيف سهلة. إذا شنو غنعملو؟ فاطمة إذا اللي هي الفاعل بارل، إذا غنعملو نو نو بارل نو بارل أكوا نو بارل با أسي زامي، أوكي نو بارل با أسي زامي. نمشيو للجملة الثالثة تو غاماس لي فوي مورت، إذا غندخلو نو قبل غاماس أو با من ورا غاماس، إذا غنقولو تو نو غاماس با، تو نو غاماس با،
إذا tu ne ramasses pas ونكملوا الجملة. إذا ساهل باش نعمل فخاز نيجاتيف، كنعمل ne قبل الفعل و pas من وراء الفعل. On passe à la question 3. Souligne les phrases négatives et entoure les mots à la négation. Idem, quand les canstros, on a qu'un chata u. Souligne les phrases négatives et entoure les mots de la négation. Idem, on a oulo, on strole les jumla, les phrases négatives. On doit le kalimat, les kadde la négation, les hiya, imme ne pas ou le ne jamais. L'arbre pousse dans mon jardin. Et n'a qu'un chan ne pas. Idem, hadim, chez phrases négatives. Le jardinier ne l'arrose jamais. Idem, hadif, y a ne jamais. Idem, hadif, phrases négatives. والكلمات اللي كدلوا على النيغاسيون هي نو وهي جامي. تري بيان، سو ميسيو نو بروتيج با لا فوري. اذا كاينه نو با، اذا سي اون فراز نيجاتيف انسطر عليها، والكلمات اللي كدل على النيغاسيون اللي هي نو واللي هي با. إل في بو اجوردي، ما كاين حتى حاجه. اذا هذه فراز عاديه، اذا هي فراز افيرماتيف. نو في با سو جون دو بيتيز، ما تعملش هذا النوع ديال لي بيتيز. اذا كاين نو با، اذا هادي فراز نيجاتيف والكلمات اللي كدل على النيجاسيون اللي هي نو او بلو. جو نيم با لو كافي، اذا هنا كاين نو با، اذا هادي فراز نيجاتيف غنسطر عليها والكلمات اللي كدل على النيجاسيون اللي هي نو واللي هي با. اذا ننتقلوا للجمله المواليه او السؤال الموالي. اكري لو جون دي نو ماسكولين او فيمينان. اذا كيكون عندنا مون او سون او طون، هادو كيدلو على الماسكولا مذكر. كيكون عندنا ما تا سا اكسيتيرا، اذا هادي كدل على انها فيمينا مؤنث. ممكن نقول مون كارتابل يعني محفظتي، يعني شي حاجه كدل على يعني شي حاجه املكها. اذا غنكتبو بالنسبه لمون كارتابل، اذا عندنا مو فهو ماسكولا، اذا ماسكولا. عندنا ما ميزون، اذا في فيمينا. اوكي، عندنا طون كايي دو لوسون، اذا عندنا طون، اذا ماسكو ماسكولا. عندنا سا فاليز، اذا فيمينا حيت عندنا سا. اذا بالنسبه مون ديال ديالي شي حاجه ديالي، طون ديالك، سون يعني ديال المذكر شي حاجه هو ديالو. اذا هنا كلشي تذكير. بالنسبه لما تاسا، ما يعني شي حاجه مؤنثه، يعني كنعمل ما شي حاجه مؤنثه ديالك تا، وشي حاجه سا يعني هو ديالو. اذا على حسب اشنو عندنا تا. اذا عندنا فيمينا لان مستعملين تا، هادو خاصكم تعرفوهم. ما فيزيت، اذا فيزيت اشنو عندنا؟ فيزيت عندنا اي ما، اذا فيمينا كذلك. سون بروجي، هادي فيمينا. سون بروجي ام، اذا عندنا ماسكولا حيت عندنا سون، و سا سا غوم عندنا سا، اذا كذلك هنا عندنا فيمينا. اذا نشوفو هنايا بالنسبه اشنو عندنا، ما و تا و سا فيمينا، و مو و طون و سون ماسكولا. اذا ننتقلو السؤال. اذا كاستيون 5، كومبليت سي فراز افيك سي سي سيت سو. هادي ديال الاشاره كيتسمى دي برونون ديمونستراتيف، ما كنبغي نشير شي حاجه. اذا سي كانوا عندي بزاف، بلوريال مذكر يعني بلوريال ماسكولين. سي هادي غنشوفو الاستعمال ديالها، هي بحال سو، ولكن كيكون عندنا واحد الفويال غنشوفو بحال هادي بحال ا ولا او، كنزيدوها تي باش يكون عندنا سلاسه في النطق. اذا غنشوفو بالنسبه لسيت كتستعمل فيمينا، يعني فيمينا سانغولي مؤنث مفرد، وسو كتستعمل مفرد مذكر، اذا ماسكولين سانغولي. اذا غنشوفو بالنسبه الكلمه الاولى، عندنا اربغ ايبو، اذا هادي مفرد مذكر خاصنا نستعملو سو، ولكن كنستعملو ملي كيكون عندنا فويال في الاول كنعملو سيت اربغ باش يكون عندنا سلاسه في النطق. غاتو، غاتو مفرد مذكر، اذا نخدمو سو غاتو. الفيشو ديرني بلوريال جمع مذكر، بلوريال ماسكولين، اذا نخدمو سي. وعندنا في مؤنث مفرد يعني سانغولي فيمينا، اذا نخدمو سيت. اوكي، اذا ننتقلوا دابا كونجيغيزون. بالنسبه للكونجيغيزون، سولي لي فيرب كونجوغي او فيتور سامبل دو لانديكاتيف. اذا فيتور سامبل، فيتور سامبل اشنو كنعمل؟ فيتور سامبل هو الزمن اللي كيدل على المستقبل. اذا شنو كنعمل؟ كيكون عندي واحد الغاديكال وكنزيد عليه لي برونون، يعني كنزيد عليه لي تيرمينيزون باش كيسالي هاد الفيتور. اذا اللي خاصكم تعرفوهم اللي هي بحال فتي عندنا اس، عندنا في ال عندنا ا، عندنا في نو عندنا او ان اس، فو او زد، ويل افيك اس او ان تي. ولكن خاصكم تعرفوا ان مثلا في برومي جروب ودوزيام جروب كنخلي الفعل كما هو بلا انفينيتيف ديالو، عاد كنزيد لي تيرمينيزون. وكاين ثوازيام جروب خاصكم تعرفوا الغاديكال، عاد كتزيد لي تيرمينيزون. تي ناباترا با لي زاربغ، اذا اباترا هو الفعل مصرف في الفيتور. ابلوديران
ابلوديرون ها هي اي ار، هذا كنخلي الفعل كما هو وكنزيد عليه التيرمينيزون اللي هي او ان اس، هذا مصرف في الفيتور. بلونطون الوغ بلونتي الفعل خليناه كما هو، اذا كما كنقول لكم ممكن يكون او ار ولا اي ار، كنخلي الفعل كما هو بحال فينير وكنزيد عليه لي تيرمينيزون. بلونطون مصرف في الفيتور، شونتوري كذلك مصرف في الفيتور. اذا غنمشيو بالنسبه نكملوا الجمل. اذا عندنا دوما، بالنسبه لدوما عندنا لو غرامبيرون كما كتشوفوا الفعل غرامبي وزدنا على لو تيرمينيزون اللي هي او ان اس. فيريفليشيري هذا هو الفعل مصرف في الفيتور. دابا غنمشيو السؤال الثاني، كونجوغ لي فيرب او بريزون دو لامبيراتيف. اذا لامبيراتيف هو زمن الامر، كنصرفوا في ثلاثه الضمائر، دوزيام بيرسون سانغولير، بروميير بيرسون بلوريال، دوزيام بيرسون بلوريال. اذا اول حاجه بالنسبه هنا كاين خطا، بالنسبه لهنايا ممكن يكون عندنا لامبيراتيف الامر ما كنستعملوش الضمير، هذا خطا. اوكي كنستعمل الفعل كنصرفه كنقول له اعمل هذه، يعني كنامره. اذا غنشوفوا دابا فير، اذا فير فتو، اذا دوزيام بيرسون هنا كيقصدوا خاصهم يكتبوا دوزيام بيرسون سانغولير، كنعملوا في مباشره. اذا فونير، بالنسبه لفونير اشنو عندنا؟ عندنا نو، اذا شنو كنقولوا؟ فونون فونون. عندنا هنايا في سافوار عندنا فو، كنعملوا ماذا؟ اذا تو ساش ساشي ساشون. اذا هنايا اشنو كنعمل هنايا بالنسبه للفيرب سافوار؟ اذا شنو طالبين منا؟ فو، يعني فو سافو دير دوزيام بيرسون بلوريال، اذا بحال برونون ضمير فو. اذا شنو غنعملوا هنايا؟ اذا بالنسبه على حسب هنا لو فيرب سافوار، اذا شنو غنخدموا؟ غنخدموا هنايا كنعملوا تو سي اكسيتيرا سافي فو سافي اكسيتيرا. اذا هنا خصني نصرف، هنا كنصرف ثلاثه ضمائر فقط. اذا غنشوف بالنسبه، اذا بالنسبه فو في دوزيام بيرسون deuxième personne plurielle كنقولوا sachez sachez. اوكي غنمشيو لونتوندر، بالنسبه شنو عندنا طالبين منا؟ تو، اذا اونتون اونتون سمع، يعني يمكن امر شي واحد انه يسمع. اوكي كوغيغ، اذا كوغيغ مطلوب منا نو، اذا كنقولوا كوران جريو، اذا جريو كوران. اذا دير طالبين منا فياش؟ فو، اذا مدام فو اذا نقولوا كنقولوا دي ديزان ديت، اذا نقولوا هنا ديت قولوا. دابا ننتقلوا لسؤال ثلاثة، هنا فيرب باسي كومبوزي، اذا كومبليتي لو تابلو دو كونجوغيزون. هنا باسي كومبوزي ساهل، اما كان يعني خاصني نصرف افوار ولا اتر، يعني كاين افعال كيتصرفوا مع افوار وكاين افعال كيتصرفوا مع اتر. اذا في البريزون زائد بارتيسيپ باسي. بالنسبه للبارتيسيپ باسي ديال فيرب برومي غوب اللي كيساليب او ار، شنو كنعمل؟ كنزول او ار وكنعمل او اكسون. في دوزيام غوب اللي كيساليب اي ار، كنزول اي ار وكنعمل اي في البارتيسيپ باسي. اذا غنشوفوا بالنسبه لفير فيزيتي، اذا اول حاجه نصرف الفعل في البريزون، اذا نصرف كيتصرف مع افوار. اذا شنو نقولوا؟ فوزافي ال زون الا j'ai nous avons. OK tu as très bien. ومن بعد نعمل participe passé، اذا هنا visiter كما كنقول لكم كيكون premier groupe كنعمل او accent في الاخر. اذا visiter 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 كاملين. دابا نشوف فير بروندر، هذا بروندر ثروازيام جوب، اذا البارتيسيپ باسي ديجا مسهلين علينا، عطينا البارتيسيپ باسي. اذا نصرف غير الفير في يعني اوكسيديير افوار، كيتصرف مع اوكسيديير افوار. اذا شنو نعملو؟ فو زافي ال زون الا جي نو زافون تيا. اوكي ونعمل هنايا بري بري كاملين نفس البارتيسيپ باسي صافي. اذا ننتقلوا للسؤال الرابع، سولين لي فيرب او باسي كومبوزي. اذا الفيرب باسي كومبوزي كيكون افوار اتر زائد بارتيسيپ باسي، مثلا جي شونتي عندنا اوكسيليير افوار زائد بارتيسيپ باسي صحيح. تو فا فواياجي خطا، هنا ماشي بارتيسيپ باسي، جو سوي باسي، اذا كاين لوكسيليير اتر زائد بارتيسيپ باسي صحيح. نو افون روغاردي كاين اوكسيليير افوار زائد بارتيسيپ باسي، اذا صحيح. Tu es venu كاين اوكسيدير اتر زائد بارتيسيپ باسي، هذا مصرف باسي كومبوزي. Nous allons خطا، هذا فيرب الي، اذا كما قلت لكم بارتيسيپ يعني الباسي كومبوزي كيتصرف اما مع افوار ولا اتر، هذه خطا وهذه خطا لانه عندنا فيرب الي اللي غنشوفوا انه هذا كيتسمى اوكي فيتور بروش. اذا نتمنى نكون فدتكم، شكرا والى اللقاء.